مصطفى عبد العزيز السبتي من مواليد 1953 مدينة العصر الكبير، وريت المهنة أبا عن جد. انقطعت عن الدراسة عام 1970 وأنا أمارس هذه المهنة، وأب متزوج 5 بنات والحمد لله بخير. وفي هذه السنوات الأخيرة الصناعة الصعيدية اللي كتعرفوها رجعت للوراء بواحد النسبة ديال 80%. هذه بدائية، فهمتي معنا؟ هذه آلة هي اللي كتساعد هذا العود باش كيدور. في الأول بأن البوادي ديالنا كاملين كانت كتعتمد على الغربال، ولكن اليوم خرجت واحد الآلة كتحط لها الزرع كتعطي لك مغربل. ها الطحين ها النخالة، اش غيعمل هو بهذا الغربال؟ وعاد زائد هذا المنتوج هذا هو خرج بحالو البلاستيك أثار علينا. احنا الحمد لله غادين واللهم لك الحمد. لو ما كانش دخل ما كناش غنعملوا اسره، غنكونوها من 7 افراد وغادي ما نوقفوش على شي حد باش يساعدنا. الحمد لله كنا كنعتمدوا على المهنه ديالنا، ولكن في السنوات الاخيره بحكم العولمه والتطور العلمي والمنتوج الصيني اثر علينا حنايا، ولكن الحمد لله كنتعاونوا بعد المسائل باش ما نكونوا دائما راسنا مهزوز. ما دمنا حنا صناع صعيديين وكنعتزوا بالصناعه الصعيديه خصنا نبقاو دائما معتزين بالصناعه الصعيديه والوطن ديالنا وكل شيء. هذا غربال عنده تاريخ في المغرب. اخر واحد اللي كان كيمارس المهنه عندي هو الوالد عندي الله يرحمه مسكين. هذاك سميتو غربال ديال التيله، كانوا كيتيلوا به الطحين من السميده. منطقة في مدينة فاس سميت على هذا الغربال، سميتها راس التيالين. حنا كنا كنعدلوا، جدودي كانوا كيعدلوا هذا الغربال، كيعدلوه غربال الرحي، كانوا كيعملوه في الرحي في الناعورة كيدور باش كيغربلوا السميدة، كيخرجوا الطحين منه السميدة. هذا المنتوج ما بقاش بصفة نهائية في المغرب. آخر ما كان كينتج هذا المنتوج هو الوالد عندي الله يرحمه مسكين. قالوا لي واحد السيد كيعمل عضو في الغرفة ديال الصناعة الصعيدية، ديته لفاس، عطيته له حتى هو يخليه تما كيعرف به القطاع ديال الصناعه. وهذا راه باقي عندنا ذكرى للوالد، هذا راه ما كنبيعوه ما والو، باقي عندنا ذكرى للوالد، ما بقاش في المغرب. وكيتخدم عن طريقه كانه الدراز، والمعلم كيخدمو بالدراز بحال اللي كيخدم حتى الدراز، وكيتخدم جميع الزواقات وجميع العينين، يمكن تخرج به الانواع ديال الطحين. ولكن احنا ما دمنا في اواخر العمر احنا كنطالبوا بان يكون واحد الدعم من هذا القطاع هذا، وما تنضطرش هذا القطاع ديال الصناعه التقليديه. بالنسبه للغربال راه كان كيعطي واحد المنتوج كان اساسي بالنسبه لجميع العوائل المغربيه، لولا الغربال وكذلك الرابوز. اذا احنا كاينه واحد المقوله عندنا، احنا الصناعه التقليديه بدون رابوز لضاعت الاكله الشهيه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.